تصنيع الجينات. أصنعها في مين؟ أشهر اتنين يا إما تصنع في البكتيريا يا إما تصنع في الخميرة. اشمعنى دي أو دي؟ هما الاتنين عندهم بلازميد، والبلازميد ده بيبقى دي إن إيه حلقي غير معقد بوجود بروتين، بوجود بروتين فيه. فده اللي بنستخدمه، يا اما تستخدم بكتيريا يا اما تستخدم الخميره. طبعا البكتيريا دي من اولات النواه، الخميره من حقيات النواه. البكتيريا دي عندها بلازميد والخميره دي عندها بلازميد. اذا في معامل التجارب سيتم استخدام واحد من اثنين لا ثالث لهما، البكتيريا والخميره، في تجارب البلازميد او التصنيع الخاصه بالجينات. دي ملحوظه برضو مهمه جدا.